صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل في حلقه جديده من نهاركم فل ويكاند. كيما تعودتوا بينا كل سبت واحد مواضيع عديده نتطرقوا لها اللي تهم خاصه العائله وين ما كانت، في على مستوى العلاقات الزوجيه، على مستوى تربيه الابناء، الصحه نتاعكم، لي بون بلون زيد تلقاوهم معانا، وبالطبيعه لي بلا القبقومين يكونوا حاضرين مع الشيف سعيد اللي يقولوا له صباح الخير. صباح الخير شيف. صباح الخير عفيف، صباح الخير. اليوم شو مش طيب لنا؟ باهي، اليوم باش نعملوا الباستيل سينيغاليز. هي كيما البريك الدانوني بالميني ميني سالي نتاع البريباراسيون نتاع فانواز، وباش نقليوها في الزيت، والباز نتاعها باش يكون سردين. تري بيان. باهي، باش نعملوا سلايطه خضراء مزيانه، وباش نعملوا كسكسي بالكالامار فارسي، كالامار المحشي. كسكسي الويكاند هذا. كسكسي الويكاند. فما ناس نهار الحد طيب كسكسي، فما ناس نهار السبت. باهي، وتنوريك الطريقه نتاع الفارس نتاعها. ومن بعد باش نعملوا فوندون شوكولا. تري بيان، تري بيان، يعطيك الصحة شيف. قبل ما تبدا نحب نحكي لكم شوية على الجام اللي نخدموا بها نتاع المعون نتاعنا. اليوم نخدموا بالجام جرانيت بلاك نتاع وينوكس. وينوكس اللي هي ماركة تونسية 100% فيليال دو جروب سوبال، تخدم كل ما هو معون في الكوجينة، القلايات، الطناجر، المقفول، والكسكاس، الكسرونات، بالطبيعة لي برودوي ديفيرسيفي. فما اون لارج جام دو برودوي متحصلة على شهادات في الجودة والسلامة. الجام جرانيت بلاك ديزاين أنوار مشتي غرانيولي كما قاعدين تشوفوا فيها على الشاشة. سي أن نوفو برودوي وينوكس أون إكسكلوزيفيتي، ست كوش أنتي أديزيف، يعني ما تخافوش ما يلصق لكمش الماكلة بالكل. في ريبارتيسيون دو لا شالور أونيفورم وإكيليبري، تخلي الماكلة طيب من الشيرات الكل بنفس الحرارة، اليد نتاعهم صحيحة ما تزلقش، القلية غارقة تشوفوها مع بعضنا بعد صحيحه ومزيانه. ديسبونيبل اون بليزيور جام، فما الماجما، فما تيستي، وفما الديامون. ديسبونيبل دون لي غراند سيرفاس واللي بازار، اللي يبيعوا المعون الكل اعملوا طلع على السيت ويب www.winox.in، والا الباج فيسبوك وينوكس زيدا باش تتفرجوا في لي زوتر جام. باش نبداو شيف؟ نبداو بالبريباراسيون ميني سالي، خليوها ترتاح 10 دقائق ومن بعد نبداو نخدموا فيها. داكوغ. الوغ نجيبوا البريباراسيون تاعنا ومع الجولدينا او ميم طون باش ناخذوا لي بريباراسيون نتاع فانواز نتاع الميني سالي. دونك فانواز مدلة المستهلكين، مدلة الناس الكل باللي بريباراسيون هذوما اللي سهلوا علينا التطيب. سي دي روسيت ان غاتابل، انا ديما نقول لازم جوست تتبعوا الوصفه بالضبط كيما مكتوبه وراء الباكو نتاع البريباراسيون. دونك الميني سالي انا شخصيا هذا جربته، ماني حكيت لك شايف. اي فيسع يحضر، البات هايله برشا، ومن بعد انتم تفنوا عاد في لي فورم كيما تحبوا انتم الكل، تعملوا اي فورم تحبوا عليها. انت تفجعت على العظمه وقتها. تفجعت على العظمه. العظمه بعد نزينوا بها. وهي طلعت جوست باش تدهنوا بها معنا مش باش تحطوا. البريباراسيون نتاعنا، نحطوا البريباراسيون في البول نتاعنا وناخذوا 75 جرام من الجولدينه. ثلاثه مغارف معناها. ثلاثه مغارف ولا عفاف، تري بيان. واحده، اثنين، ثلاثة. جولدينا بيان سور اللي الفورمول نتاعها اباز دو ماتيير غراس اي دو لويل نون هيدروجيني، نجمو نستعملوها في لي تارتين، في التاتيب، في الباتيسري. لي زافونتاج نتاعها هو انه فيها الفيتامين ا والفيتامين او، دونك هذوما لي بيان في هيلين للصحة نتاعنا. وبالنسبة للتصنيف والتاتيب، تكستور دوس، المانتيان لا فريشور، دي جاتو مويلو، والا اي بات باش نستعملوا فيها الجولدينا والجو نتاعها ياسر بنين وفريشك. بالضبط، نحطوا 80 حليب عفيف، 80 مليلتر حليب، ونلموا البات نتاعنا لين تولي اوموجين، باش من بعد نخليوها ترتاح 10 دقائق، لا تسحق لا خميره لا حتى شيء. البات نتاعنا كيما لابات بريزي بريسك، تعطينا ريزلتا مزيانه برشا في الميني سالي نتاعنا، لي فورم اللي نحبوا عليهم الكل. نلموا البات نتاعنا بالكدا، ما تسحق زاد برشا عركان، ديجا شفت عفيف. كاو مش باش نقعدوا نعجبوا فيها، جوست نلموها تولي اوموجين وتولي مزيانه وكاو. نحطوا جوست نتبعوا المقادير بالضبط، عفيف كما قلت انت، 80 حليب مليلتر حليب و75 جرام جولدين. سيتو تبدا البريباراسيون تاعنا حاضر. والفارس شوي اخر نوريك الفارس نتاعنا. باهي، انا بالنسبه للبريباراسيون هكا تلمت، شفت مسالها عفيف في لحظه ما تطلبش برشا وقت. تاع اخر دقيقه هذي. يلا حطوها ترتاح شوية عفيف مدة 10 دقائق، ومن بعد نتعداو نعملوا الفرس نتاعنا.
لو طون هي ترتاح 10 دقائق، احنا نعملوا الفرس نتاعنا نوريك الطريقه كيفاش. اللي قلت لي فيها سردينه ما الفرس. فيها سردينه بالضبط. باهي. وتو السردينه تبارك الله ريبخه في السوق موجوده متوفره وسعرها باهي في متناول الناس الكل. حطوا شويه زيت. مش برشا خاطر هذا باش يكون فارس لداخل. ونحطوا السردينه نتاعنا. باش نشويوها. انا قصيتها اون فيلي عفيف. داكور. باش من بعد ما نبقاوش نحفوا في الكشك. مش مطعم بنين ما لا في السالي. بالضبط. وإذا ما تكون عاقدة باش نزيدوها شوية طومات سيكام بيمونتي هذيك. خليها وتت شوية فاقلها. ونفوحوا. دونك جوست باش تحط فيها شوية طومات بيمونتي تاع سيكام جديدة. ونخلط الميلونج كل مع بعض عفيف. داكور. ماشي يهمنا تو احنا من بعد شمنا فيها معناها لا فورم اللي هي اون فيلي لا. حشو وكها واحنا حشتنا به شويه كمون شويه ملح شويه بابريكا بقى لنا كونشي باش نحطوا مغرفه صغيره نتاع ثومه جيب لنا ملعقه طماط شايف جيب لنا ملا التومات اوكي تسويت لحظه بركه خلينا نحطوا شويه نذكركم واللي هذايا سي لو ديرني نوفو ني نتاع سيكام التومات كونسنتري بيمونتي موزوزه محرحره بنينه فيوحه ديما سيكام تودكم بجديد وتنوع في المنتوجات نتاعها الكل الحقيقه سي ان اكسيلون برودوي وزيد رابيد نقعدش في ساعه في ساعه هاكا نطيب به. احنا ديما نحبوا حاجه رابيد وتعطينا ريزلتا بنينه هكا بيمونتي فوالا بريسك مغرفتين كبار عفيف ونخلطوا الميلونج نتاعنا خليه هكا بالسباتيو باش نزيدوا شويه معدنوس اكاو. لازم السردينه تكون مروبه. مش لازمك تكون طايبه برشا فهمني. ما نخليوهاش تسير معاك. طبيعي خاطر من بعد. باش زيد تيب في الفور هيك. احنا باش نقليوها اليوم. باش نقليو البريباراسيون نتاعنا. داكور. اي. شويه معدنوس ونخلطوا الميلونج نتاعنا بالكدا. نخليوه يطيب في عقله عفاف. باهي. سيتو. اوكي نرجع لك من بعد ما لقينا شيف كي نزيدو نقدمو في الغوسيت هذيا ونمشيو للبلا برانسيبال اما قبل هذايا الكل كيما كل نهار سبت نقدمو لكم احوال الطقس باش تعرفوا كان عندكم بروجرام الويكاند هذايا شنو اللي تلبسوا شوفوا مع بعضنا الميتيو.
رجعنا لكم مكملين معاكم في نهاركم فول ويكاند. رجعنا ديريكتومون للكوجينا نتاعنا بحذا الشيف سعيد. الوغ شيف وين وصلت تو؟ باهي انا تو خليت الماء قريب يطيب الميلونج نتاع الفارس نتاعنا باش نمشي نعمل الكسكسي نتاعي. خليه نحلو في شويه ماء دافي لو طون انه بعد نفوروه. جيب الكسكسي نتاع ايبيدور. جيب لنا الكسكسي نتاعنا. نحكيو على الجام نتاع لي كسكس نتاع ليبيدور اللي تحصلت على سافور دو لاني 2023 للعام التاسع على التوالي. تعرفوا شو معناها يقولوا العام التاسع على التوالي؟ معناها ما فما حتى ادنى شك في البنه وفي الكاليتي والسافور نتاع الكسكسي نتاع ليبيدور. دونك هذا هو اللي باش نطيبوه مع بعضنا اليوم. شايف اي اليوم باش نعملوا كسكسي جويد عفوا جويد باش نسلك انا هو اللي خليت باش نعملوا رطال الكسكسي باش نطيبوا برشا خاطر انا وياك كاكاو عفيف حتى كالامار خديت كعبه برك جماعه ما نذوقوهمش نعطيهم شويه ما يصيرش نحط شويه زيت نشتي راه الكسكسي بالكلامه من بعد طيب لهم ما ياكلوش حاجه اخرى تولي جاسبياج هكاك يولي يصير ليه ويبذر تبارك الله الكسكسي هذايا باهي شويه كركم عفوا شويه زيت وشويه فلفل اكحل واللي يحب القرفه ديما نحكيوها يحب شويه قرفه عود قرنفل انا باش نعملو سامبل على الاخر باش ما نبدلش المطعم تاع الكلامار نتاعي. نحرك الكسكسي نتاعي بالكدا وبعد نحطولو شويه ماء دافي نخليوه يشرب بالكدا ونغطيوه هكا من بعد نفوروه. خليه يرتاح شوية عفيف خلي الكسكسي نتاعي يرتاح هكا ومن بعد كلامار كيفاش باش تخدمو تا؟ كلامار باهي عنده فارس أنا خذيت كعبة كلامار الراس نتاعها عفيف عملتو هاشي على الآخر ومش نحطه مع السلق والمعدنوس والبصل والثوم كل شيء ومن بعد نحطه في كعبة الكلامار من داخل. أول حاجة باش نعملوها توا عفيف خلوا الكسكسي هكا جنب نعملوا الصوص نتاعنا. حضروا الصوص نتاعنا. حضروا الصوص نتاعنا اللي هي باش نفوروا فيها كعبة الكلامار. ما نفوروش الكسكسي معناها في الماء فهمت؟ هكا اش نقصد؟ باهي شوية زيت الكسكسي صوص نتاع الكسكسي العادي نتاعنا معناها. الكسكسي العادي صوص عادية وليجير شوية. فوالا. تومات كونسونتخي هذيك هو. هذاك ايش باش نعمل انا عفاف باش ناخذ تو البصل نتاعي. نحط كونتيتي نتاع بصل بزايد ما يسالش. مغير فاثوم. باش نستعملوا التومات كونكاسي علاية المرة هذي. باش نستعمل كونكاسي علاية للكسكسي. للكسكسي فوالا. نجيبوا لا طومات نحرك شويه هذايا هو اللي يعجبك في سي كاميرا وتلمون تعطيك الشوا في لي طومات في انواع لي طومات اللي موجودين اللي تولي جنجل وحدك في الكوجينه واحنا عندنا شيف كيما الشيف سيد كل مره يفاجئنا بحاجه اللي ماناش مستسين بها وباهره في الكوجينه النوع بالطبيعه لا كرياسيون حاجه جديده باش تشجع العباد باش تطيب في الدار طومات كونكاسي علي فرشكة ريحتها بنينة ذي توا غزروها وباش يحل الحكة باش تشوفوها كيفاش حمرة مزيانة تقول توا قاصينها الطومات هذيا غزر تبارك الله يا عفيف أنا باش نستعمل طومات أون كوب زادة ما نساش مادا حطيت الثوم كيف كيف هلا أربع مغارف باهين ونجيبوا مغارفة دوبل كونسونتري ومغرفه دوبل كونسونتري باش تعمل ليزون تعطينا اونكتيوزيتي طومات دوبل كونسونتري نتاع سيكام راهي ما تستحقوش تاخذوا منها برشا على خاطر الكونسونتراسيون نتاعها قويه دونك توفر علينا وتكون اقتصاديه. باهي توا عفيف خليه الميلونج بتاعنا يتقلى في عقله. لو تو نعملوا كعبه الكلامار. تحب نعملوها تو ولا ترجع لي شويه اخر كما تحب نعملوا كعبة كلامار ترجع لك شويه اخر شايفه باش نمشيو احنا مباشره لفقره ليكسبرتيز ومن بعد نرجعوا للكوجينه. في
في الاكسبرتيز اليوم باش نحكيو على شراء العقارات. كي نجي باش نشري دار قدامي برشا سبل، بطبيعه نجم نشري دار قديمه، نجم نشري دوزيام ما معناها، نجم نشري من حاجه مازالت كي تبنيت، مشروع عقاري مازال كي حضر، والا نجم نشري سوغ بلان. ولكن باش نشري سوغ بلان شنو هما الحاجات اللي يلزمني نعرفهم، شنو هما الحاجات ايفيتي، شنو هما الايجابيات نتاع اني ناخذ سوغ بلان، على خاطر تكون فما حاجات مختلفه على انه حاجه تكون جاهزه، والا اكيد انه فما حاجات سلبيات زاده في الشراء سوغ بلان. التفاصيل هذه كل باش نعرفوها حاضره معنا المهندسه المعماريه والمستشاره في الاستثمار العقاري فاطمه القبي بوسته. صباح خير ونهار جزيل. صباح خير عفيفه، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا نورتنا. دونك باش تحكي لنا على الاشا سوغ بلان اليوم، هات نبداو باول حاجه، شو معناها اشا سوغ بلان؟ يعطيك الصحة عفيف بور لو سوجي، سوجي تري انتيريسون. دونك اليوم نحكيو على الاشا سوغ بلان، اون بو لو ديفينيغ في كلمتين، هو اشا سوغ بلان. دونك كي يجي شخص باش يشري ان بيان ايموبيلي، دونك عقار من طرف باعث عقاري ان بروموتور ايموبيلي، يشري سور لا باز دان دوكيومون دان دوسي اللي يبدا فيه بيان ويت، يبدا فيه ديزيماج 3D، يبدا فيه دي كونتيتاتيف، سكون ابل نحن ان دوسي كوميرسيال. داكور. دونك ما يشوفش لابارتمون فيني بالضبط، دونك يبدا العقار هذاك اون كور دو كونستركسيون ولا كاريمون مازالوا ما بداوش يبنيو. يعني فاطمه نجم واحد ما كيقولوا اشا سوغ بلان مازال عرض نجم ياخذ. دون لا بيبار دي كا البروموتور يبدا يبيع او ديماراج نتاع الشانتي. دونك دوب ما يطلع السيس. فوالا معناتها يجم حتى قبل ما يبدا لي فونداسيون يبدا يبيع بور افوار دو لا تريزوري، معناتها كيما نقولوا عنده ان بوتيت ابور فينونسي يبدا به الشانتي نتاعو. مي سا ديبون دي كا، معناتها تلقى دي كا او فما الاشغال بدات ديجا دونك دخلت انت تشري سوغ بلان، وفما دي كا او معناتها كاريمون مازال ما بداش. هات توا نحكيو على الايجابيات والسلبيات نتاع اشا سوغ بلان، على خاطر توا في الكواليس كنا نحكيو قلت لك انا شخصيا هربت منه، رغم اللي معناها جيتي تخي تونتي كي نتفرج ونشوف البني الجديد ونشوف فيهم اون 3 دي ونشوف البريزونتاسيون كوميرسيال حاجات حلوين ياسر، ولكن انا عقليتي كلاسيكيه شويه بتاع يا خويا انا عقار يلزمني نشوفه على عين المكان نقلبه، اما هذا سوغ بلان حاجه اللي خوفتني. دونك هات نعطيو لي زافونتاج ونعطيو لي زانكونفينيون. توت افي، هي راهي مش حكايه عقليه، هي جوست معناتها فما سيغتان نومبر دو دوني لازم تكون تعرفهم. دونك لي زافونتاج لي زانكونفينيون تاع لاشا سوغ بلان باش تكون معناتها كو سوا في لي زافونتاج باش تجم انت تو بروفيت او ماكسيموم من الفورمول هذيا، وكان سي دي زانكونفينيون باش تكون انت معناتها عندك دو لونتيسيباسيون وتجم تقرا حسابك كان يصير لك ان ريسك ولا ان بروبليم. خلينا نبداو نحنا بالايجابيات، نبداو بالبيت بون لي زافونتاج بيان سور هذيا يعرفوه العباد الكل، معناتها كي تشري سوغ بلان تشري ان بري بلوز انتيريسون، اقل بيان سور، معناتها تشري ببري اقل. باغ اكزومبل اذا بروموتور يبيع à 2500 dinars le mètre carré fini, معناتها حاضر باش تشري انت سوغ بلان à 2300-2200 à peu près. Donc هذيك معناتها انت باش تشري هذيك الفايده ديجا، هذه الفايده الاولانيه، وانا باش تكون عندك بري اقل من البري فيني. اكزاكتومون. الافونتاج الثاني هو لو شيما دو فينونسمون، معناتها نعرفوا اللي تشري سوغ بلان دونك او فيت فما تمشي بار بتيت انفلوب سويفون لافونسمون دي ترافو، تبدا بالبروميس دو فونت من الاول تعطي ان سيغتان pourcentage ou au fur et à mesure chantier نتاعك يقدم انت تعطي دي بتيت انفلوب. دونك سي ان فينانسمون بوكو بلو كونفورتابل. دونك ما خلصش الكل من الاول. جوستومون ما تخلصش الكل. العبيد اللي ما تحبش تاخذ ان كريدي بونكير تساعدها الفورمول هذايا، خاطر تبدا باغ بتيت انفلوب حتى يلم ويخلص بشويه. فوالا يخلص بشويه سويفون لافونسمون نتاع الاشغال. كي يوصل اخر معناتها الشانتي وفي لو بروجي وفي يعطيك لو بروموتور معناتها لي بيس اللي يوريو اللي كل شيء تعمل دون لي ريغل دولار اي اون بوني دو فورم، وقتها تكمل انت معناتها القعد من الانفلوب هذيك تكملها دانكو. تري بيان. فما حاجه اخرى زاده، فما لافونتاج تاع لي موديفيكاسيون اللي تنجم تعملهم سوغ بلان ديجا. تو تافي، نحن اون ابيل سا هذايا معناتها او فيت تشري ان ابارتمون ولا اون ميزون بلوز ادابتي للبزوان نتاعك. سي سا. علاش خلينا اون ديكورتيك ان بتي بو هنا. انت بتشري ابارتمون بارابور للحاضر، كان ما يوافقش للبزوان نتاعك باش تعمل دي ترافو. لي ترافو هذوك الكوت بوكو بلو شير كي تعملهم على ان بيان حاضر كو سوغ بلان، خاطر
انت ديجا كورون لو شانتيي عندك ايكيب سور بلاس اون ايكيب بروفيسيونيل ايتترا دونك tu peux demander au promoteur des changements كان يكونوا دي شانجمون مينور يجم يكون لو بري هو بيدو معناتها ما يتبدلش وكان دي شانجمون معناتها تريز امبورطون وقتها فيا اون سيرتين نيغوسياسيون تشوف مفاهمه مع البروموتور في كل الاحوال باش يتكلف لك ارخص من انك تاخذ الدار وتدخل باش تعمل موديفيكاسيون فيها اكزاكتومون فما ان كاتريام افونتاج زيد اللي العباد ماهيش متفطنت له بالكدا هو لو سويفي دي ترافو يقول قايل برشا عباد يقول لك يا اخي انا كي نمشي مع البروموتور نجم نمشي للشانتي ونثبت نقول اي نجم تمشي وتثبت وهوني لافونتاج شنو سي كو tu peux voir la partie cachée de l'iceberg سي سا باغ اكزومبل اذا هو انستالاسيون لي ديتاي بيان سور معناتها هو يقول لك مثلا في لي كاركتيرستيك نبيع لك دوبل كلازون افيك ايزولاسيون كي تمشي انت كورون لو شانتي شانتي قاعد يطلع بشويه بشويه tu peux vérifier les petits détails هذوما كان فما بيان سور مشاكل ولا دي باثولوجي كاريمون tu peux faire une réclamation à temps réel وتتصلح هذيك مش كيما كي تمشي حاضر معناتها تمشي لفيني فوالا معناتها ما تنجمش تتاكد 100% من لي ديتاي اللي شفتهم الكل هذوما لي زافونتاج هذا الباهي هذا الباهي جبت اول الجوانب السلبيه وانه زيدا فما تحايل خلينا نبداو ساعه بهذه دونك هوني اول حاجه نبداو بها التحايل وكيفاش نجم نحمي روحي زيدا اكزاكتومون كيفاش تنجم تحمي روحك من التحايل كي تعرف هذوما لي انكونفينيون وتعرف كيفاش تتعامل معاهم نحن نقولوا انكونفينيون ما ديما راهو عندنا الالتيرناتيف الانكونفينيون الاول في لاشا سور بلو وانت كنت تحكي لي توا اون اوف هي لو كوتي انتانجيبل انت تشي حاجه مش ملموسه فما عباد الكوتي مش ملموس يعطيها ان سيغتان ستريس خاطر فما عباد ما تنجمش تقرا سور بلان راه تشوف بلان ما تنجمش ال بو با ايماجيني معناتها دون لا سباسياليتي كيسكو سا دون دونك ال باغ سور اي بوف با سو بروجيتي ديجا في وسط اي بوف با سو بروجيتي دونك يلقى روحو يمشي في اوبيراسيون داشا تجيب له برشا ستريس ويقعد يتبع في الشانتي ما يرتاح كان كي يبدا الحاجه الملموسه تبدا ظاهره معناتها يبدا البرتمان يظهر بشوي بشوي دونك فما الكوتي هذا انتانجيبل يعطي ساعات قراءات خاطئه للبلان دونك تلقى روحك انت تشي حاجه ما توفقش لي بيزوان نتاعك دونك هذا انا ماكش فاهمها من الاول معناها فوالا لو دوزيام انكونفينيون هو لو روتار دو ليفريزون سي سا معناتها هذا معروف يعرفوه برشا ما يعطيكش اون جينيرال ما يعطيكش دات بريسيز 100% يقول لك باش يكون جاهز ما بين كذا وكذا فتره شو نحن كي نرجع نشوفوا لو كونترا نتاع لا بروميس دو فونت اون بو افوار لا دات بريسيز خاطر عندك اون دات دو بروميس دو فونت وعندك ديوري هو فما اون كلوز في الكونترا يقول لك دان 6 موا دان ان ان دان 2 ان دونك انت لا دات عندك راه جوست لازم تكون تجتهد شويه في الكونترا مش صح كونترا وتتعب انت لا دات دو ليفريزون يصير فما برشا دي روتار فيهم دونك كيفاش معناتها اللي معمل باش يسكن في الدار هذيك وكل شيء سا لو كري ان بروبليم كبير على الاخر دونك كيفاش نجمو نتجنبوا الحكايه هذيا سي كو فما القانون يقول ولازم تزيد ثبت في الكونترا اللي فما اون كلوز نتاع روتار دي بيناليتي دو روتار داكوغ دونك لازمك ثابت في الكلوز هذيا في الكونترا نتاعك يبدا فما دي بيناليتي دو روتار تحمي روحك بهم خاطر سي ان مويان دو بريسيون للبروموتور وهو بيدو معناتها يكون ماخو راحته وكل شيء يكبس روحه بور ليفري دون لي ديلي اكزاكتومون التروازيام انكونفينيون هو لو تايمينغ الوقت اللي ياخذه كي تشري انت سور بلان خاطر انت تشري في دات معينه وباش تستنى عامين باش تستنى عام ونص دونك لازمك تملو فوالا دونك ما تنجمش مثلا اللي باش يعملوا اون اوبيراسيون رونتابل يحب يشري باش يكري يفو افوار اون رونتابيليتي ما ينجمش يعمل روتور سور انفستيسمون ايميديا لازم يستنى اللي زاد كيف كيف عنده بزوان باش يسكن في دات معينه كيف كيف لازم يستنى اي ينجم يبدا كاري و او ميم طون يستنى في دارو و او ميم طون يلم في الفلوس قاعد يخلص في لي ترونش هذومك سي با ايفيدون سي لوغ يولي معناتها انت تخلص في البورتمان اون كور دو كونستركسيون عندك كري دونك هذا devient معناتها لوغ ان سيغتان مومون لازم من الاول بالكل قبل ما تعمل بروميس دو فونت وتقول انا باش نمشي سور بلان تعمل اون ايتود دو تايمينغ البلانينغ نتاعك اسكو يوافقني وتاخذ لي بريكوسيون نتاع لو روتار دو ليفريزون وتقول اسكو جو سوي دون لا سيكوريتي والا لا خاطر سينون نلقاو روحنا في دي بلوكوس سورتو معناتها كان فما كل روتار اللي حكينا عليه دو ليفريزون لو فما كاريمون دي شونتي معناتها فما لو ريسك دو نون اشيفمون دو شونتي يبدا بروموتور عنده مشاكل دو نون كونفورميتي والا عنده مشاكل فينانسيير
معناتها او فيت سي لاشتور اللي يتحملها يتحملوا الريسك هذاك دونك يفو كون سوا كونسيون من الاول بالكل. هوني نحب منك النصيحه نشري من اي بروموتور لانه كيما في المجالات الكل او دومين ما نعرفوش ولكن جيماجين كيما في المجالات الكل برشا دخالي حتى الجانب هذيه البروموسيون ايموبيليير ولا فيها الدخالي نيمبورت كي ولا ينجم يطلع عماره ويبني اليوم شنو الضمانه واني شريت من عند لو بون بروموتور اللي عنده خبره واللي عنده تجربه واللي باش يوصل لي لو بيان تاعي اللي حاجتي بيه اتون باللي نحبه انا دونك اليوم العباد اللي ماشيه باش تشري سوغ بلان شنو نجمو ننصحوهم في هذه. Il faut se renseigner. Justement, Matchish Menand n'importe qui. Moi, je suis qui se dit promoteur est un vrai promoteur immobilier. Les tu les références sont le promoteur. Les que tu te renseignes auprès de ta femme Loma. Là, pour être réaliste sur le marché, ici, où les retards. Les retards ici, à ma femme, il faut que le retard soit chahal ou chahalin, ou que le retard soit aoué. وي معناتها يولي اه وي يتوقف الشانتي كاريمون وبرك هذا الاوج توتافي دونك لازمك تعرف لو بون فيزافي اللي تاخذ من عنده تيتور انسيني اوبخي من اهل الذكر معناتها من لي بروفيسيونيل دو سيكتور اتسيتيرا يفو سافوار معناتها افوار لا بون انفورماسيون وما تمشيش تعمل دي كونترا مع نيمبورت كي معناتها داكور فوالا فماش نصايح اخرى نجمو نزيدو نقدموها للساده المشاهدين اللي ناويين ولا يخموا في الشراء سوغ بلان. انا عفيف نحب نفطن العباد من دي بياج معناتها في الفورمول هذايا اشا سوغ بلان. مازالوا دوطخ بياج؟ هذايا كمل 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 قبل ما نمشيو للنصايح كمل خاطر فما دي بياج معناتها نتاع لا بوستور ولا كيفاش يتصرف الشاري ويكونوا ماهمش تابعين لو بروموتور ايموبيلي. داكور. البياج لو هو لو بياج دانتربريتاسيون انت تشري راهو سور بلان ويوريك دي زيماج مثلا لي زيماج 3D راهو سافوس لي ديستانس انت تو بو با دير والله واسع الصاله لازمك تشوف سور بلان لي ديمونسيون اكزاكت ما تمشيش معناتها سور لي زيماج لازم تعرف 3 متر سور 4 متر جو دي نامبورت كوا هذوما قداش كبروا على خاطر في الفيديو هذيك 3D تنجم تحس روحك في البحر وانت راك في السيتو معناتها خاطر لا كاميرا نتاع 3D الفوس لي ديستانس دونك لازمك لي فري ديستانس تشوفهم في البلان وتعرف تو لي انتربريت كيما قلت انت بيت قداش على قداش اسكو لي سور ديمونسيوني اسكو لي سو ديمونسيوني هوني تنجم تقيم اسكو معناتها لانفستيسمون في حق هو ولا لا فما حاجه اخرى في الانتربريتاسيون باغ اكزومبل زاد لا نوتيفيكاسيون في البلان يحط لك سالون يحط لك سيجور اما لازمك انت تخمم كيفاش الفونكسيوناليتي نتاع البلان هذاك اسكو سي فري سي ان فري سيجور والا سي ان اسباس دو سيركولاسيون انا وحده من الناس معناتها جاتني ان كا كونكري عملت اوديت لون كليونت و اي سيت افيري كو لي اسباس معناتها الاسباس مونسيوني في البلان سيجور فينالمون سي ان اسباس دو سيركولاسيون معناها كونكريتمون ما يتنجمش تستغلوا اكزاكتومون دونك تمشي في بالك مثلا خذيت ان اس بلس 2 وهو اس بلس 1 خاطر عندك اون بيس ما تنجمش تستغلها كيما هي فما زاد في الفيش كوميرسيال كي في اون انتربريت كي يقول لك ديزافونتاج اسانسور و لوج غارديان راهو هذوما سي با ديزافونتاج راهو هذا اللي لازم يوفره لك لو بروموتور بازيك باغ ديفو بور انير معناتها اكثر من اربع كاتر ايتاج ولا معناتها لازمك تعرف ماهوش ان بلوس معناتها اكزاكتومون دونك فما هذا لو بياج دانتربريتاسيون ما لازمناش نطيحوا فيه لو بياج الثاني هو سي لو بياج دو لا كاليتي ديسباس نرجعوا نحكيو لانتربريتاسيون دو بلان كي يحط لك شباك مش معناتها عندك شمس وضوء لازم تشوف الشباك لورينتاسيون الديمونسيونمون تاع الشباك هذاك اسكي لي اون روتري ولا في الفساد فما سيغتان ينجم يكون بلاص مقابلك مسكر عليك كل شيء فما سيغتان ديتاي اللي انت كي تشوف لو بلان وحده القراءة نتاعك غالطة دونك تكون مش في مخك عندك اون سيغتين كاليتي ديسباس تلقى روحك في بورتمان ما فيه الشمس ما فيهش فونتيلاسيون دونك معناتها الهواء ما فيهش تاع واحد يجري حاجة حاضرة شفت هوني فما الالترناتيف يفو فيغ ابيل ان اكسبير هوني للعباد اللي ما تنجمش تقرا مليح لو بلان لازمها تعيط لاهل الذكر نرجع نقول تعيط لان اكسبير تعيط لان بروفيسيونيل يعملها قراءة صحيحة نتاع لا كاليتي ونرجع نقول لا كاليتي سباسيال راهو نقولوا كاليتي بارابور او بري انت شنو تشري وبقداش تشري سا سي تري امبورتون لو تروازيام بيج هو لو بيج دو لا سيرفاس عفيف لا سيرفاس انت كي تبيع لي 130 متر كاري
في الكونترام لازمش يكون 130 متر كاري، راه فما ان ديتاي دو سيرفاس لازم نعرفو. في البورتمين فما لا سيرفاس اورزوفر نتاع لابارتمون، وفما لي اسباس كوما لي كوت بار هذوما بارتاجي اونتر لي كوبروبريتير. دونك تعطيني لو ديتاي نتاع كل حاجه وحده، تقول لي 130 فيهم كذي pour l'appartement, qu'est-ce pour les espaces communs, où ni en déjà ne je me ثبت les surfaces نتاعي صح ولا لا. ثاني حاجه نجم نقيم كي انت تعطيني ان appartement 130 متر كاري فيهم 60 متر كاري ديسباس كومان، وقتها يولي عاد سوم حاجه اخرى، وقت الانفستيسمون نتاعي نعرف كي ني با رونتابل معناتها. دونك فما قراءه للسيرفاس، فما برشا يعملوا راهو دي كونطرا وتتعدى عليهم الحكايه هذيا، ما يعرفش لو ديتاي دو سيرفاس نتاعو. دونك هذا سي تري امبورطون. اي لو كاتريام بييج اللي نكمل بيه هو لو بييج دو لا بريسيون. ايوا il faut pas succomber à la pression. تمشي ساعات البروموتور يقول لك فيسا فيسا قعد بورتمان هذا الاخرين وراهم مكلميني عليه وكل ديما هذا. دونك برشا عباد تشري سو ليفي دو بريسيون وبعد تندم برشا من لاشا نتاعها اون فوا معناتها ان ليفغ لابارتمون هذاك. لازم تاخذ وقتك تقيم العقار نتاعك، تشوف لكاليتي بخي، تشوف اسكيل ريبون ا تي بوزوان. ما تيحش في البيج دو لا بريسيون، خاطر كيما فما حتى كان او بيغ دي كا وفي عند البروموتور هذاك تو بو تروفي فوالا مش هير كثر ربي كان فوالا. دونك هذوما لي كاتر بيج اللي نفطن العباد بهم. بيان سور هذا كله كيفاش تتجنبوا ان فوزون ابيل ان بروفيسيونيل ان اكسبير دون الدومين يعاونك. العباد اللي تبارك الله معناتها بتيتر عامله ديزانفستيسمون عندها لو فلير سي تون ميو، والعباد اللي بتيتر بور اون بروميير اوبيراسيون نيزيتي با افير ابيل ان اكسبير خاطر يعاونكم معناتها ويربحكم فلوس ووقت. تري بيان، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، شكرا ليك المهندسه المعماريه والمستشاره في الاستثمار العقاري فاطمه القبي بوستة على النصائح هذه الكل، وربي يقدركم وان شاء الله ما يتحرم حتى حد من انه يملك عقار كما يحب ويشتهي هو. احنا باش نخرجوا اشهار، ما تبعدوش لبعيد وراجعين.